متى يسمى الشخص مسكينا؟ وكيف نؤدي فدية الصيام؟ فضيلة الأستاذ فراس المنير، من هو المسكين؟ كما رأينا أستاذ ساجد في حلقة الفقير أن الفقير هو مصطلح قرآني مرن لارتباطه بمستوى قوة الدولة الاقتصادية، فيختلف تعريفه بالتالي من دولة إلى أخرى، لكننا نجد في المقابل أن المسكين على العكس من ذلك، فله تعريف واضح وثابت، ذلك أن القرآن لم يأمرنا ولا مرة واحدة بإطعام أحد إلا كان المسكين إما هو الوحيد المقصود وذلك في أغلب الآيات، وإما هو على رأس قائمة المذكورين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كفارة طعام مساكين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ولا يحض على طعام المسكين، ولم نكن نطعم المسكين، ولا تحاضون على طعام المسكين، ولا يحض على طعام المسكين. فبما أن المسكين دائما هو المطلوب إطعامه، وبما أن الفقير لم يطلب منا ولا مرة واحدة أن نطعمه، فمن المؤكد بالتالي أن المسكين هو الجائع الذي لا يجد طعاما أو لديه طعام قليل لا يكفيه، ولا يدري بالتالي أينام اليوم جائعا أم شبعا. أوليس المسكين من السكون، وبالتالي يقصد به المعوقين غير القادرين على الحركة كالمشلول ونحوه؟ هذا المعنى معنى مستحيل، بل المسكين هو الفاقد للسكون، حيث أن السكون هنا هو الاستقرار على الشيء من باب الرضا به والقناعة، وليس من باب الحركة وضدها. فالمسكين هو الذي فقد السكينة. أولا، القرآن يعارض المعنى الذي ذكرته، وذلك من مثل: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فهل يعقل أن يكون شخص معاق يجلس على كرسي المعوقين يعمل في سفينة في البحر في ذلك الزمان؟ وهل السفينة تحتاج إلى ضغط أزرار إلكترونية أم إلى جهد بدني لقيادتها من رفع الشراع وتنظيف السفينة وتحريك مقود السفينة يمنة ويسرى؟ ثم إن ركوب البحر خطر على الناس العاديين، فما بالك بمعوقين؟ فما بالك أن يقوموا هم بكل أعمال البحارة؟ فما بالك أن العبد الصالح فوق ذلك خارقها؟ ولو كان فيها معوقين فأدنى خطر في السفينة قد يؤدي إلى وقوع المعاق في البحر، لأن ليس لديه أي لياقة بدنية للقفز من ناحية في السفينة إلى أخرى ونحو ذلك، أي عندما حدث هذا الخرق. ثانيا، السكون لا يقتضي الإعاقة، فربما يجلس شخص مثلي وراء الكمبيوتر في اليوم أكثر وقته دون حراك ليلا نهارا، وليس بي أي إعاقة. ثالثا، آية الصيام وباقي الآيات المشابهة والتي تشترط إطعام المسكين إنما حصرت الأمر بالطعام، ولم تأمر بالصدقة هذه المرة حتى يكون مسموحا باستبدال الطعام بقيمته مالا، أي أنك مجبر أن تقدم الطعام حصريا للمسكين، ولا يصح أن تستسهل فتستبدله بالمال. وهذا ينتج عنه تفاصيل، فتخيل معي سيدة مقعدة مشلولة الرجلين وهي ثرية تملك المال الكثير، وليس هناك مقعد سواها في الحي الذي تقطنه، وأهل الحي كلما أرادوا دفع كفارة صيامهم أو باقي أنواع الكفارات المتعلقة بإطعام المسكين أيضا، لم يجدوا أمامهم سوى هذه السيدة ليطبخوا لها الطعام، وسيدة ثرية لن تستطيع أكل كل هذه الكميات من الطعام، بل سيدة ثرية ستكون بسبب رفاهيتها لا تستطيع تقبل أي نوع كان من الطعام، فهي كلما كانت مرفهة أكثر كلما أصبحت أغلب أنواع الطعام لا تناسبها ولا تحبها، بل حتى الطعام الذي تحبه لا يمكنها أكله إلا لو طبخ بالطريقة التي هي تحبها تحديدا، وهذا يعرفه كل من احتك بتلك الطبقات الاجتماعية المرفهة والتي هي درجات متدرجة وكلامنا عنها نسبي. بالنتيجة، فمعظم الطعام سيرمى في القمامة، بل وعلى باب السيدة المعاقة
لأنها ستمل بعد فترة ولن تفتح الباب لأحد، وسيكون هذا خروج حتمي عن هدف آيات المسكين الهادفة لإنقاذ الجياع الحقيقيين من خطر الموت ومن خطر الكفر بالله. بما أن الجوع كافر كما يقال، فشريحة الجياع هي أخطر شريحة يجب أن تقلق المؤمن، لأنه كلما أطعمها كلما ساهم بإنقاذها من الكفر ومن السخط على قدرها. إذن كلمة مسكين ما مصدرها؟ هي آتية من الجذر المشترك مع كلمة سكينة، ويمكننا شرح السكينة من باب التبسيط بمفردات من لغتنا المحكية اليوم بأنها الراحة النفسية والاطمئنان والاستئناس والرضا ونحو ذلك. فهذه السكينة قريب من معناها معنى السكن. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا، وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم، والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. فالسكن والإسكان ارتبطا بالمكان، إما بجنة وإما بقرية وإما ببيت ونحو ذلك. وعندما تشعر بالأمان وبالراحة النفسية في هذا المكان فتكون قد حصلت على السكن فعلا، ولو لم تشعر في بيتك بأنه سكن لك فهو بالتالي يكون مجرد بيت وليس سكنا. ونلاحظ أن السكن يكون في الغالب مقدمة للطعام، أي أنك لو دخلت بيتك اليوم وفتحت الثلاجة مثلا ووجدت فيها ما يكفيك من الطعام، فأنت تشعر عندئذ بالأمان الغذائي، أي لا تخشى أن تنام جائعا. وكون الثلاجة ممتلئة بما يكفي هو مقدمة لأن تمد يدك وتأكل بحرية دون خوف من أن تأكل طعام اليوم وطعام الغد فتبقى غدا من غير طعام على سبيل المثال. لذلك أولا أسكنهما الجنة ثم منحهما حرية الأكل، وكذلك الآية الثانية فيها الفكرة ذاتها، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ومنها تأكلون. بل ليس إسكانك فقط، بل حتى إسكان الماء نتج عنه ألوان من الطعام والشراب، حيث نتج عن ذلك النخيل والأعناب والفواكه وشجرة سيناء وألبان الأنعام ونحو ذلك. أي أن التقاء الماء الهابط من السماء بالأرض كان آمنا، أي لم ينغص على صفائه شيء من التلوث كما شرحنا ذلك في حلقة معجزة الماء. ولأنه صاف غير ملوث فنتج عنه كل هذا الطعام والشراب الصحي الذي يعتبر نعمة. بالتالي أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن. فالمعنى في هذه الآية هو أن المطلقة ليس عليك أن تتركها تعيش في بيتك فترة العدة وحسب، وإنما عليك أيضا إسكانها كما تسكن أنت، أي كما أنك تجد كل ما تحتاجه من طعام في منزلك فهي شريكتك في كل هذا الطعام، أي يجب أن تشعرها بالأمان الكامل في بيتها هذا. بل إن كانت حاملا فعليك فوق ذلك أيضا أن تعطيها مالا، وإياك أن تزعجها بهدف أن تجعلها تخجل من أن تأكل بحريتها أو تشعر بأي فرق عن الحياة التي كانت تعيشها قبل طلاقها، أي على الصعيد النفسي. إذن فما هي المسكنة؟ المسكنة جاءت من السكن أيضا، وهي أن تفقد السكينة في المكان الذي يفترض أن تجدها فيه. وانظر الآية، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة. ضربت عليهم الذلة وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. فهؤلاء نظرا لجرائمهم كانوا لا يشعرون بالسكن حتى في المكان الذي فيه ما يشتهون من الطعام، وبما أن هذا هو عكس المألوف لذلك سمي مسكنة، فإضافة حرف الميم للكلمة في أولها قلب المعنى. وكذلك كلمة سكين، وآتت كل واحدة منهن سكينا وقطعن أيديهن، حيث أن كل سكين تمثل فقدان السكينة أيضا، لأن الألم الذي يسببه طعن إنسان بسكين إنما ينسيه كل إحساس بالراحة وينسيه كل إحساس بالأمان. فجاءت كلمة مسكين مطابقة لشكل كلمة سكين،
ومضافا لها حرف الميم الذي كان في المسكنة، ليصور لك حال هذا المسكين الجائع من حيث التعاسة النفسية ككلمة مسكنة، ومن حيث الألم المادي الجسدي فهو بسبب الجوع، والمشابه بالتالي لكلمة سكين. هل يمكننا أن نقول أن المسكين هو درجة من درجات الفقير؟ تماما، فالمسكين هو حالة خطيرة من الفقر وصلت إلى حد الجوع. ولكي يؤكد القرآن على هذا الفهم، لم يأمر ولا مرة بإطعام الفقير إلا في آية واحدة هي فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فأفهمك بذلك أن المسكين هو البائس الفقير، فلذلك أمر بإطعامه، أي أن المسكين هو الفقير الذي تدهورت حالته إلى مرحلة البؤس، فليس كل فقير تتدهور أحواله إلى هذا الحد. هل يفهم من هذا أن علينا في رمضان على سبيل المثال أن نبحث عن الجائع حصرياً؟ تماماً، فالمسكين يمكنك أن تعطيه المال أو الطعام من باب التبرع الطوعي، لكن عندما يكون لديك فدية شرعية واجبة أو كفارة شرعية، وبما أنها تكون عندئذ فريضة وليس تبرعاً، فحصرياً يجب أن تسلمها إياه على شكل طعام، ويفضل أن تدعوه هو وكل أسرته لتناول الطعام في بيتك أو في مكان عام حتى تطمئن بنفسك أنهم أكلوا فعلا، ويفضل أن تأكل معهم حتى تريحهم نفسيا. واشتراط الطعام وعدم إمكانية استبداله بمال له فوائد اجتماعية عديدة. أولا، تصبح أكثر اطمئنانا أن من أطعمته هذا الطعام هو فعلا مسكين وفعلا صادق في إظهار حاجته وفقره، لأن المتسول لو كان كاذبا فلن يقبل منك الطعام عندما يكون لديه مال كثير، فلو كان يتخذ التسول مهنة ليجمع المال فلو قبل كل طعام يقدم إليه فسيغرق في النفايات، لأن هذا الطعام سيخرب ولن يستطيع أكله كله، ولأنه أيضا شخص مرفه في الواقع ولا يأكل أي طعام. لذلك ترى اليوم أناسا كثر متنبهون لهذا ويقدمون للمتسول طعاما حصريا، فإن رفضه علموا أنه كذاب وليس بحاجة إلى التسول. فالمسكين هو الذي لو قدمت له طعاما فرح به، لأنه يخشى أن ينام فعلا من غير طعام أو بطعام قليل. ثانيا، صعوبة العثور على مساكين حقيقيين في الدول التي تمنح مواطنيها ضمانا اجتماعيا فتعطي العاطل عن العمل إعانة مالية شهرية، أي كالدول الأوروبية، فهذا يدفع المؤمن في حال لم يجد وافدين جياع لأن يرسل ماله إلى بلاد يوجد فيها مساكين لكي يتم شراء الطعام وتوزيعه عليهم، وبهذا تصبح حملة الإطعام حملة عالمية لا تقتصر على بلدة معينة. وهذا التدقيق من القرآن على الإطعام بالذات يدلك كم هي خطيرة ظاهرة الجوع أينما كانت، لأنها من أكبر الأسباب الدافعة لأن يكفر الإنسان بخالقه لصعوبة أن يفهم الحكمة من ابتلائه بهذا الابتلاء. لذلك كانت من أشد مهام المؤمن أهمية في هذه الحياة هي أن تطعم المسكين، أي أن الله جعل المؤمن وسيلته التي من خلالها يوصل للجائع ما يشبعه، لذلك هي من أشرف المهام على الإطلاق. فكم هو خطير في المقابل دينيا أن تعلم أن هناك جائع حقيقي في منطقتك ولديك ما يفيض عن كفايتك ثم لا تطعمه، عندئذ تدينك كله في خطر كبير. وماذا إن لم يستطع أن يطعم الجائع واستطاع فقط أن يقدم له المال؟ إن لم يجد في مكان إقامته جائعا وليس لديه أحد يثق به في البلدة التي فيها الجائع ليستقبل المال ويشتري به طعاما له، عندئذ يحق له اللجوء إلى إرسال المال إلى المسكين ذاته، أي من باب الاضطرار. أما لو استطاع أن يرسل إلى جائع آخر في بلد آخر طعاما فيكون الجائع الآخر هو الأولى. أما أن يفتى بأن الإطعام أو المال كلاهما نتيجة واحدة فهذا خطأ كبير ويعارض القرآن، لأن استبدال الطعام بالمال على نحو دائم هو الذي أنتج جيوشا من المتسولين يدعون الجوع ويأخذون المال ويضيفونه إلى أرصدتهم في البنوك. وهل يعطي المؤمن وجبة طعام للجائع عن كل يوم يفطره من رمضان؟ أي لو أفطر 3 أيام مثلا هل يعطي 3 مساكين؟ بما أن الآيات لم تحدد فعلينا الاعتماد على ظاهر الآية، وهو أن وجبة مشبعة واحدة يستلمها المستحق الحقيقي لها تكفيه،
وذلك سواء أفطر المؤمن يوما من رمضان أم أفطر الشهر كله. وبما أن القرآن يعلم أنك ستستغرب هذه السهولة أكمل قائلا: فمن تطوع خيرا فهو خير له، أي كلما زدت عدد الوجبات للمسكين الواحد على أيام متفرقة أو زدت عدد المساكين فهذا سيكون تطوعا منك وليس إجباريا، وذلك حتى تنال أجرا أكبر من أن تكون مجبرا شرعا على العطاء. فهذه الآية هي الآية الوحيدة التي ذكرت فيها عبارة فمن تطوع خيرا. أكثر من ذلك، وبما أن طعام يختلف عن إطعام المذكور في آيات أخرى، فلو بحثت عن عبارة طعام مسكين في القرآن فستجد في البداية أيضا فقط آية الصيام هذه، ولكن لو بحثت في المخطوطة الأصلية للقرآن لوجدت هذه العبارة في موضعين اثنين. الموضع الثاني أتى في الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. يقرأها الناس اليوم طعام مساكين بصيغة الجمع، ولكن في المخطوطة الأصلية أتت من غير ألف، لأنه لا يوجد رسم خاص بصيغة الجمع للمسكين في المخطوطة عموما. وبالتالي واعتمادا على هذا التشابه، فلو درسنا هذه الآية نجد إصرارا واضحا هنا على أن طعام مسكين واحد يكفي، وذلك من خلال أن الآية جعلت ما قبل ذكر المسكين وما بعده مختلفا عن صياغة مفهوم المسكين، حيث أن الكلمتين مثل وعدل كل منهما تؤكد فكرة تعدد العقوبات كلما تعددت المخالفات، فلو أنه قتل صيدا أكثر فعليه أن يهدي أكثر، أو كلما قتل صيدا أكثر فعليه أن يصوم أياما أكثر. أما عبارة طعام مسكين أو مساكين بالذات التي أتت في المنتصف فلم ترافقها أي عبارة تؤكد على تعدد العقوبات بما يتناسب مع تعدد الأخطاء، فهذا تأكيد مقصود على أن طعام المسكين لا يحتاج إلى كفارة أو فدية إضافية عند كل تجاوز أو كل خطأ إضافي، وإنما لو أطعمت مسكينا ولو مرة واحدة كتعويض عن قتلك الصيد مهما بلغ عدده، أو كتعويض عن إفطار شهر رمضان حتى ولو كنت قد أفطرته كله، فذمتك مبرأة من هذا الجانب شرعا ولا إثم عليك. أي وكأن القرآن يريد إفهامك أنك لو بحثت وتعبت في البحث عن جائع حقيقي ثم أشبعته فلم يعد هناك أعظم من هكذا عمل، ولعظمة هذا العمل فهو أعظم من أن تطالب بتكراره، بل لو قمت به مرة فقد وصلت القمة، فما بالك لو قمت مخيرا من نفسك بتكرار هذا الإشباع للجائع لترفع من مكانتك في الآخرة أكثر وأكثر. بل دقق أيضا في كلمة يطيقونه والعائدة على الصيام، والتي تعني أن الفدية متعلقة بالقادرين على الصيام ولا يصومون، حيث لم تتعلق الفدية لا بالأيام المعدودات ولا ببعض منها، حتى نقول أن الفدية تتناسب مع عدد أيام الإفطار، لم يحصل ذلك، وإنما تعلقت بالصيام من أصله، أي بمن لم يصم نهائيا، ومع ذلك الفدية كانت طعام مسكين واحد لا أكثر. كم هو عظيم أجر إطعام الجائع إذن؟ علينا كلنا أن نشمر عن سواعدنا لنكسب الأجر والثواب. لفضيلتك الشكر الجزيل. أعزائي المشاهدين، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، والحمد لله رب العالمين.